بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. حياكم الله أخواني وأعزائي مشاهدي قناة فدك وصوت العترة في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الديوانية الفدكية، ويرحب بإخواني وزملائي اللي يقدمون معي الحلقة، مساكم الله بالخير. مساكم الله بالخير وحياكم الله. اليوم حلقتنا راح يكون عن ابن أبي قحافة أبو بكر الزنديق لعنة الله عليه. إن شاء الله اليوم مع الإخوان راح من خلال مقاطع أو اعترافات من قصاصي ومشايخ وخطباء وما يسمى بعلماء البكرية على زعيمهم، على خليفتهم، على أميرهم وهم اعترافات من كان وكيف تولى الحكم وماذا فعل بعد ما صار حاكما غير شرعي للمسلمين واقتصب الخلافة من صاحبها ووصي رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين. أولا نبدأ معاكم بطريقة تولي أبو بكر الخلافة، كيف نصبه تقريبا عمر بالخلافة بتزويره وكذبه على الله ورسوله في سقيفة بني ساعدة، وكذلك من أقوالهم الآلية كيف تولى، الطريقة والوقت والأحوال التي واكبت تنصيب أبي بكر للخلافة. خلنا نبدأ من أول فيديو عندنا لطريقة تزوير عمر لكلام الله ولرسوله. لما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد، تاني يوم بعد البيعة المهاجرين والأنصار بايعوا أبا بكر في هذه السقيفة، تاني يوم قام عمر فتكلم قبل أبي بكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس، إني قد قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت وما وجدتها في كتاب الله، ولا كانت عهدا عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا كانت في كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما هي المقالة اللي قالها عمر ولم يجدها بكتاب الله، وما قالها رسول الله صلى الله عليه وآله؟ اللي عمر حتى يأجل الخلافة شنو قال؟ قال إن محمد ما مات. نعم. زين، هذه موجودة مو موجودة في كتاب، لأن الرسول في كتاب الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله سيموت، يعني طبعا ينتقل. طبعا هاي غاية سياسية نسرد الأحداث حتى تكون واضحة للمشاهد. حين استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أبو بكر خارج المدينة، واستوجب من ذلك لعمر أن يعطل استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حين. بس بدي أذكر مسألة، يعني ما هو سبب خروج أبو بكر المدينة المنورة؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: جهزوا جيش أسامة، لعن الله عن من تخلف عن جيش أسامة، لعنة الله على من تخلف عن جيش أسامة، مضمون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. فذولا بعضهم بقوا وظلوا يقولون ها رد نطمئن على رسول الله، من ضمنهم أبو بكر وعمر، رد نطمئن على رسول الله. ورسول الله صلى الله عليه وآله يومي يصر عليهم: جهزوا جيش أسامة، جهزوا جيش أسامة، طلعوا ويا جيش أسامة، بقوا علي بن أبي طالب حتى بس يصير شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله. فورا أوتوماتيكيا يعني بصورة تلقائية تتجه الخلافة إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعلم بهذا الانقلاب سوف يجري، ولكن أراد أن يلقي عليهم الحجة. فأبو بكر غادر إلى خارج المدينة حتى يكون بحجة أنا ما كنت في المدينة وما عرفت بأنه موضوع جهزوا جيش أسامة. فاستمر. نعم بالسرد. فلذلك السبب لسبب أو آخر تأخر مجيء أبو بكر عن المدينة، واستوجب من عمر أن يؤخر استشهاد رسول الله بعمل بعض المسرحيات
الفاشلة أنه لم يصدق موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على الرغم من أن الكل يعلم أنهم من دبروا حادثة السم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن تيقنوا وعرفوا هذا الخبر من حفصة التي نقلته لعائشة، وعائشة نقلته لعمر وأبو بكر، على أن رسول الله قد أعلمها بأن بعده وبعد استشهاده سوف يتولى غصبا أبو بكر ثم بعده عمر، فلذلك عجلوا بسم رسول الله. وأجرى هذه المسرحية عمر حين استشهد رسول الله إلى حين عودة أبو بكر، ولما عاد أبو بكر انقلب حال عمر 190 درجة وأيقن، يعني هذه أكثر من 180 درجة وأيقن أن يعني صار هو يقول بأن رسول الله قد مات، وأنه من كان يعبد محمدا فمحمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فالله حي لا يموت. بس هو شوف هذه المسألة مع عمر اللي عفوا عن المقاطعة، اللي المسرحية اللي سواها عمر وهو قال من قال بأن محمد رسول مات فإني اقتله بسيفي، هذا إنما هو قد ذهب لميقات ربه كما ذهب عيسى عليه السلام وهو سوف يرجع. شوف هذه ما معنى هذه أصلا، هذا معنى كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله فور وفاته. هو قال هذا البكري، احنا نقول احنا هم نقولون فاز الجبوري يكذب على عمر أو جمال أو عبد الله، لا يبقى هذا توه قبل شوي قال أنا مقالة ما وجدتها. احنا يا جماعة اليوم بهذا خاصة بهذه البداية، بدايتنا عن برنامجنا ابن أبي قحافة، ما أبي أتكلم على موضوع الخلافة، أنا باخذ جزئية بسيطة من تنصيب أبي بكر للمسلمين حاكم، كيف جرت وتحت أي ظروف، وكيف كان حال المسلمين وحال أهل البيت وحال رسول الله صلى الله عليه وآله مسجى ولم يدفنوه. هذه فقط الوضعية هذه تنسف ادعاء البكرية بأن أبي بكر كان يعشق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هو أقرب المقربين لرسول الله صلى الله عليه وآله وأحق الناس برسول الله. هذه طبعا كلها راح نتكلم عليها من أقوال، مو احنا اللي نتكلم هم اللي يتكلمون، ولكن فقط خل نوضح ماذا حدث عند استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله، وماذا جرى في سقيفة بني ساعدة من أقوال المخالفين. سمعنا محمد هذا المقطع. وقلت لكم من قبل بأن اجتماع الصحابة في السقيفة وتدارسهم مسألة الخلافة دليل على أن مسألة الخلافة من المسائل العظيمة في الدين، لقد قدموها على الاشتغال بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقدموها على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودفن النبي عليه الصلاة والسلام، وما ذلك حرصا على الإمرة والسياسة، وإنما حتى لا يكون المكان شاغرا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قدموا الخلافة على الاشتغال برسول الله وتجهيزه وتقسيله ودفنه، لأنهم رأوا أنه مثلا من باب أولى أنه لا يبات المسلمون بدون خليفة، أعوذ بالله. يعني كأنما إذا كان هؤلاء الصحابة من العدول، وإذا كانوا تقيين ورعين، فلماذا كل هذا الخوف؟ إذا كان أهل الملة البكرية يقولون أن هؤلاء الصحابة لا تشوبهم شائبة، وأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا كما تركهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذن لماذا هذا الخوف وهذا الانشغال من أنه يبقى ولو يوما واحد أو ليلة واحدة بدون خليفة؟ إنما الخوف ليس من هذا، الخوف كان من تنصيب الخليفة الشرعي الذي أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وآله. لا، وفي شغلة ثانية، يعني هم أحرص من رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه شغلة واضحة، يعني هم ما يبون يخلون الأمة يوم واحد من غير خليفة، بينما رسول الله تركهم وراح، يعني شيء عجيب. أنا فقط أبي أشوف الأولويات، شنو الأولى؟ هل الأولى الخلافة
هل الأولى الدين؟ هذا الحين واحد يحدد لك شنو أولويات المسلم، وهو هذا الحين يحدد لك إياه. أنا لما أسألك إيه أهم شيء في حياتك؟ ما تقوليش بقى عيالي، نور عيني، اللي عايش لهم، صحتي، سكني، شغلي، مراتي، كل الكلام ده كلام فارغ. رقم واحد في حياتك الله، أدي القرآن. اثنين الرسول، أدي السنة. ثلاثة الجهاد في سبيل الله بأنواعه الخمسة، جهاد النفس، جهاد بالنفس، جهاد المال، جهاد الكلمة، جهاد الشيطان. ومش موضوعي بس، مش عشان مش عايز أفتح في الكلام يعني. يعني شنو يقول؟ يقول الأولويات الله القرآن ثم الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتي في المرتبة الثانية. هم عافوا الرسول طبعا، ما وضعوا في المرتبة الثانية لأنهم تسابقوا على السلطة وجريا على أن يحجزوا لهم مكان وتصبح تلك البيعة الفلتة التي اعترف بها عمر. هذه على نفس الأولويات اللي يتكلمون على نفس المصطلح، هم في واحد يقول أولويات. خلينا نشوف الأولويات اللي عنده على هذا صاحبه يجاوب عليه. خلينا نشوف الأولويات. بل إني أقول من هنا إن الصحابة الأبرار الأطهار تركوا جثمان رسول الله لم يواروه التراب، وذهبوا إلى بيعة خليفة للأمة في سقيفة بني ساعدة ليدللوا لنا أن تنصيب الخليفة مسألة في غاية الخطورة الأهمية. نعم، هذه تركوا. في بعدهم واحد بيقول أولويات محمد اللي وراه، منه عندك المصري نفسه صح؟ اللي أبو الأولويات صح؟ لا، إيه هني ابن عثيمين شو يقول؟ يشرح ابن عثيمين شو يقول؟ يقول دفن الميت. الميت. إيه شلون كرامة الميت دفنه؟ خل نسمعه وبعدين في هم بعد ما الأولويات. تأخير الميت جناية عليه، جناية على الميت، لأنه معصية للرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال أسرعوا بالجنازة. السلف الصالح يسرعون بالجنازة حتى في السير بها إلى المقبرة، يسرعون إسراعا عظيما حتى تكاد نعالهم تتغطى من الإسراع. فلماذا نهينا الميت مسكين وهو قد بشر عند روح قبض روحه بروح وريحان ورب غير غضب؟ فأقول إن هذا كما سمعت معصية للرسول عليه الصلاة والسلام وجناية على الميت وغلط عظيم سفه. هذا الحين الأولويات يشوف لنا، يشرح لنا الأولويات ويقول أنه يعني حسب أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإسراع في دفن الميت وعدم تأجيله. نعم، خلي الحين نفسه أبو الأولويات. إذا ترتيب الأولويات ده مهم جدا جدا، ترتيب الأولويات في حياة المسلم ده مهم جدا جدا. مات النبي صلى الله عليه وسلم، محتاج تجهيز، محتاج غسل، كفن، صلاة ودفن، لكن محتاجين خليفة. يبقى حسب ترتيب الأولويات لا نختار الخليفة ويؤخر تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يبيت المسلمون بدون خليفة؟ بس مغالطة هني، هو قال ويؤخر تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم، هو لم يؤخر تجهيز النبي، وقام أمير المؤمنين وأهل البيت الطاهرين بمراسم تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هم لم يحضروا تجهيز النبي هناك ولم يصلوا عليه. أنا اللي فعلا السخيف في هذا الفيديو الأخير أن نفسه هو أبو الأولويات اللي يقول أولويات المؤمن الكتاب الله والقرآن والرسول صلى الله عليه وآله، زين، والحين يقول الأولويات مش تجهيز النبي، مش دفنه، مش غسله، زين، مش تغسيله، ولكن الخليفة. زين، احنا قبلها طلعنا ابن عثيمين يقول ان من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله كرامة المؤمن دفنه، كرامة الميت، الميت دفنه كرامته، فما بالك ان الميت من هو؟ رسول الله صلى الله عليه واله. كرامة رسول الله صلى الله عليه واله اهم عندكم، الخلافة اهم من كرامة رسول الله صلى الله عليه واله. بس لا، هم اكو مسألة يعني، خلينا نشوفها عاطفيا يعني المسألة او انسانيا. اذا كان انسان عزيز عليه مثلا ميت، ف
فهذا يلتهب في مراسم دفنه وغسله ويبكي عليه ويستقبل معزين لاخر من هذه الامور. وبعدين يفكر مثلا بالورث ذا من البدايه بس ما قال يلا خد جماعه خل نقسم الورث. شو يقولون الناس بالله؟ يعني شو يقولون بالله؟ لو خلينا نشوف احنا هذا شو المنصب، هذا كان هذا مدير عام، يلا خلينا نشوف المنصب مالته. يبقى المنصب مالته مثلا شاغر ليوم او يومين، حتى في الادارات تصير يعني ايضا يعني تصير هي او حتى حكومه مثلا رئيس الدوله مات فجاه، فصير مثلا حكومه تسير اعمال الى حين مثلا تعيين رئيس بداله او اداره او اي مؤسسه مثلا او اي مكان بالعالم او اي عائله حتى. اذا مات الاب عدوه او شو البدايه خلينا ندفنه بعدين نشوف ترتيباتنا، مو نركض احنا نشوف الورث مالته لو نشوف من يصير بداله بالمنصب مالته. اصلا يعني اخلاقيا ما تجي، اخلاقيا مو حلو. مو بس اخلاق الحين لما يا جماعه لما تعرفون انتم منصب انه مثل ما تفضل الاخ فاز يقول يعني ممكن شوية كلامه ممكن نقول هذا منصب إلهي أو وضع إلهي لازم يكون هناك حجة على الأرض، لازم إذا ماتت الحجة لازم تكون حجة. ممكن هم افطنوا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وطلبوا تعيين خليفة لرسول الله في نفس الوقت، ولكن هذا التعيين وهذا الحجة وهذا الأمر الجلل الضروري المهم كيف يحدث بهذه الطريقة العشوائية، هذه الطريقة السخيفة؟ يأتي الأنصار ويأتي المهاجرون وهذا يقول منا أمير وأنتم أمير، وهذا يقتل الثاني وهذا يدفل بوجه الثاني وهذا يشهر السيف وهذا يقتلون سعد بن عبادة زين، وآخر شيء أبو بكر يقول اختاروا أبو عبيدة ولا عمر، أبو عبيدة يقول أبو عمر يقول لا أبو بكر. يعني بهالطريقة هذا المنصب اللي شايفينه أهم من تجهيز ودفن وتقسيل رسول الله صلى الله عليه، هذا المنصب الخطير اللي شوفوا تكلمون عنه ترك رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الطريقة. احنا اعتقد راح يكون عندنا بعد دقيقة أو دقيقتين دقيقة نعم بعد دقيقتين عندنا أذان المغرب بتوقيت لندن. بعد الأذان إن شاء الله راح نتكلم هم من أقوال البكرية المخالفين، من هو الخليفة وكيف سرق هذا المنصب وهذا المسمى من صاحبه، وبما استند الدين البكري لتنصيب أبي بكر خليفة. راح نشاهد من ونسمع من أقوال المخالفين دحضهم لأحاديث واضحة وصريحة من رسول الله صلى الله عليه وآله بتعيين أمير المؤمنين، وكذلك من كتاب الله آيات صريحة واضحة بكتاب الله، وادعائهم بأحاديث سخيفة أول شيء هي مزيفة وسخيفة ولا تدل على شيء أن أبي بكر هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بنص أو برواية وهي رواية صلوا خلف أبي بكر، هذه الرواية مروا أبو بكر فليصلي بالناس، هذه المرأة اللي إجت وسألت رسول الله صلى الله عليه وآله. الحين راح يذكرها المخالفين ونشوف نقارن بينها وبين روايات أمير المؤمنين عليه السلام الواضحة الصريحة وكتاب الله، ونشوف من ترجح كفته، هل كفة أبي بكر أم كفة أمير المؤمنين عليه السلام بهذه الروايات والأحاديث. بعد الصلاة نكمل معاكم، كونوا معنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أخواني وتقبل الله أعمالكم مرة ثانية، والجزء الثاني من برنامجكم الديوانية الفدكية. وبرنامجنا اليوم على أبي بكر ابن أبي قحافة لعنة الله عليه. وقبل البرنامج أو عفوا قبل الصلاة تكلمنا عن موضوع كيف عين والآلية والحيثيات اللي رافقت تعيين أبي بكر خليفة. الآن أو خليفة مزور طبعا هو نقول تعيين خليفة للمنافقين. اليوم أو عفوا في بعد الصلاة مثل ما قلت لكم راح
نشاهد ونسمع من أقوال المخالفين منو الخليفة الشرعي؟ هذا خليفة المؤمنين، هذاك خليفة الفاسقين أبو بكر، هذا خليفة المؤمنين أمير المؤمنين عليه السلام. وكيف ادعوا زورا وبهتانا أن أبي بكر هو الخليفة الشرعي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ بالبداية خلينا نشوف حججهم في دحض أو إنكار أو تخطئة أو شو نقول عنه، أن نقول تكذيب أحاديث واضحة وصريحة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وروايات واضحة بتفسير القرآن الكريم بأن هذه الآيات واضحة نزلت بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. خلينا نشوف أولا حادثة معروفة حدثت، وهي حادثة التصدق بالخاتم وتفسيرها كيف ينكرها النواصب. طيب، مما استدلوا به آية الولاية، وهي قول الله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. كما ترون الآية ليس فيها ذكر اسم علي، ليس فيها ذكر لعلي رضي الله عنه، فاستدلالهم ليس في الآية، وإنما استدلالهم في الحديث الذي روي في تفسير هذه الآية، فدليلهم إلى الحديث وليس الآية. انتبهوا، هذه قضية مهمة جدا. عندما يقول هذه الآية تدعو على خلف علي، يقول أين اسم علي في الآية؟ لا يوجد اسم علي. يا أيها الذين آمنوا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أين علي؟ ما ذكر علي. أنتم معي؟ ما ذكر علي رضي الله عنه، وإنما قالوا تفسير الآية. طيب ما تفسير الآية؟ قالوا إنه جاء رجل فقير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فلم يعطيه النبي شيئا، أو جاء يسأل فلم يعطيه أحد شيئا، ثم أتى عليا رضي الله عنه وهو راكع فسأله، فمد علي يده وهو راكع وفيها خاتم، فأخذ الرجل الخاتم، يعني فهم أن خذ الخاتم، فأخذ الخاتم من يد علي، ثم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، سألت الناس فلم يعطني أحد شيئا إلا ذاك الراكع أعطاني خاتمه. فنزل قول الله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، يعني عليا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. دفع الزكاة وهو راكع، واضح؟ إذن الدليل على أن عليا ولي المؤمنين هو الحديث وليس لا هي القصة التي حدثت. فإذا قلنا إن القصة باطلة لا تصح، انتهى كل شيء، خلاص ما في شيء، واضح إن شاء الله تعالى. أولا، هو هذا الخسيس عثمان الخسيس عندما استشهد بالآية ما قال فيما نزلت الآية. طيب، لكان قد فسر هذه الآية فيما نزلت حسب تفاسيرهم هم. أصلا لو رجعت حسب تفاسيرهم هم تجد أن الآية نزلت في هذه الحادثة، وهو أصلا ينكر، يعني يقول لك الآية ويقول أين علي صلوات الله وسلامه عليه. في كل آية لها قصة، لها حادثة نزول. لا، أنا أقول هو يقول أين علي، أنا أقدر أقول بكل بساطة بهذا الآية اللي يستشهدون بها: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن الله معنا، أين أبو بكر؟ نعم، يلا جيب لي أبو بكر. وأنا ذكر اسم أبو بكر مرة بالقرآن، أو عمر ذكر اسمه بالقرآن مرة؟ لا أبدا. وإذا ذكروا همات، إذا ذكروا ذكروا بسيرة المنافقين. نعم، بس هو هذه ما أخذها نقول ورقة رابحة، مثل ما يقول عادي أكذب الرواية، يعني إذا كذبت الرواية لم تصح، يعني كل شيء باطل، خلاص راح كل شيء يقول، كل شيء يقول راح. زي مع أن بالأصل الرواية موجودة عندهم واضحة وصريحة وما فيها أي موثقة وما بها أي مشكلة، لكن هذا التدليس العلني أمام الناس من أجل تضليلهم، هذا ديدن القوم بعد. زين، أنا بسجل الحين، سجلوا يا شباب هذه الحادثة، وقالها إنها ما تصح ومو أكيدة ولا شيء، مع قوتها وموجودة ومتواترة في كل الكتب والمصادر عندهم، يقول مو موجودة. نشوف حادثة القدير كذلك وكيف يكذبها، خلينا نطالع حديث الغدير. من وجهة نظر سنية كما هو في صحيح مسلم وهو الصحيح،
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أتم الحجة ورجع إلى المدينة جمع الناس وتكلم فيهم، وكان من ضمن ما تكلم صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال أو وصى ذكر بكتاب الله تبارك وتعالى، قال تركت فيكم ثقلين أولهما كتاب الله، قال فحث على كتاب الله وأمر به. طيب ثم قال وأذكرك وأهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي. هناك زيادات على هذا الحديث خارج مسلم في مسند أحمد، وهو أنه قال في ضمن هذه الخطبة من كنت مولاه فعلي مولاه، وجاءت زيادات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال اللهم وال من ولاه وعادي من عاده، جاءت زيادات أخرى أنصر من نصره أخذل من خذله أدر الحق معه حيث دار، جاءت زيادات أخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قوموا إليه فبايعوه، فجاءوا وبايعوه بالخلافة، وقال له عمر من ضمن ما قال بخن بخن يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن. طبعا يعني المضحك في هذا الشخص أنه يستشهد بالأشياء الموجودة والثابتة عندهم الصحيحة ويشكك فيها أمام الناس، يعني هذه حادثة الغدير موجودة وأكثر من يعني بعضهم طبعا مو كامل الرواية لأن هي أكثر من خطبة عظيمة قالها رسول الله على رؤوس أكثر من 100,000 تقريبا من الأصحاب اللي كانوا موجودين، والمصادر اللي ذكرت عندهم هذه الحادثة جزأت يعني بعضهم من قال من ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قالوا بلى يا رسول الله، قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذل. بعضهم وقف إلى هنا، بعضهم أكمل شوية زاد يعني بسرد الرواية أكثر. هو هذه المشكلة يعني الملاحظ عليه عثمان الخسيس أنه يستشهد بالشيء الموجود بالفعل عندهم يشكك فيه حتى يبين كأنما ليس له وجود بالمرة، ضعيف وما له أهمية يعني. والمشكلة ما يعطي مثلا يعني شنو تفسير هذه الحادثة اللي أقامها رسول الله وهذا الاستدعاء وحادثة يوم الغدير، ما يعطي تفسير. اللي لفت انتباهي بعد أكثر من هذا هو ينص بكلامه أن رسول الله قال أوصيكم بأهل بيتي، وقال 3 مرات. إذن ماذا صنع أبو بكر وعمر في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما لا تجعلونهم من المنافقين؟ عائشة محاربة أهل البيت، خالفوا رسول الله الحسن والحسين. يعني بعد في هذا طه الدليمي هم يعني مو عاجبة هذه الرواية، يقول الشيعة ذونا فيها، خل نسمع بعد. فقلنا بأن لفظة من كنت مولاه فعلي مولاه أشغل الشيعة الناس قديما وحديثا شرقا وغربا، أشغلوهم بشيء اسمه بيعة الغدير، يدعون فيها دعوة مكذوبة لا أصل لها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الناس بعد أن انتهى من مناسك حجة الوداع في مكان يسمى غديرهم، وهناك أخذ البيعة بالخلافة لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه. يقول كذا كلش ما صارت ولا أحدثت ومكذوبة. يعني الحين هني العثمان الخسيس وهذا طه دليمي واللي غيره يعني لا عجبهم لا كتاب الله ولا السيرة السنة النبوية الصحيحة، خلي نشوف الدليل القاطع والجازم والأكيد والثابت على خلافة أبي بكر المزعومة. خل نسمع عثمان الخسيس. يقول لماذا اختير أبو بكر الصديق خليفة للمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدعى ذلك؟ يعني قال أهل العلم تم اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة للمسلمين يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني
بعض أهل العلم قال بنص من الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول هو الذي نص على ذلك، بحيث أنه جاءته امرأة فسألته عن شيء ثم وعدها النبي صلى الله عليه وسلم تأتي من السنة القادمة، قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ قال ائتي أبا بكر. فقالوا هذه علامة من النبي صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى أن أبا بكر هو الخليفة بعده. بس يا بس. سبحان الله. طبعا شوف يعني هذا يسموه ما أعرف يسموه، يعني ممكن نطلق عليه اسم مثلا الغباء المستفحل، الكذب الغبي. يعني لكم مثل بالعراق يقول لك الصدق الكذب المصفط أحسن من الصدق المخربط. اولا هذه الروايه ركيكه وضعيفه وما موجوده غير بس بأسانيدهم، بانه جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت اذا جئتك عن سنتي خلها صحيحه، خلها اصح روايه بالعالم هذه. زين خلها سئلت بموضوع مثلا معين، قالت لا صلوا خلها، يا لا ما قالت لا صلي، يعني هو يا سئلت موضوع معين، يا بان عندي شغله يا رسول الله اذا جئت سنتي جاء ما لقيتك شو اسوي؟ قال هو هذا ابو بكر ما تقضي هاي الشغله نفسها، فهي يعني خلافه انتهت. زين وهذه مال من كنت مولاه، فهذا علي مولاه، هم رواتهم طبعا هي من أكثر الروايات المتواترة الموجودة في كل الكتب البكرية والشيعية، من أكثر الروايات المتواترة، جاءت مسندة وجاءت غير مسندة مرسلة وجاءت بطرق يعني كثيرة لا تعد ولا تحصى. يعني هناك موسوعة كبيرة للعلامة الأميني رحمه الله ورضوان الله تعالى عليه اسمه الغدير، جايب شكو مؤلفات، شكو شعر، شكو نثير، شكو مقالات، شكو أحاديث مذكورة في الغدير، في موضوع الغدير بنصه وحرفه، موسوعة مطولة. كم جزء؟ 21 جزء أو 23 جزء ما أذكر بالضبط، موسوعة كبيرة في فقط حديث الغدير وحده. أنتوا جايين تكذبون، يعني مثل ما واحد يشوف الشمس يقول لك هاي الشمس ما موجودة. احنا نقول يا أخوان احنا الحين هذا حديث الغدير ما حد يقدر ينكره، بس هم اختلفوا بالتاويل ماله. زين هو احسنت، هو هاي المساله ايه بس ما انكروا يعني لا هذا هذا غباء، هذا ما هذا ثيرات ما طه هذه هذا من شده من شده نطفه الحرام مالته ينكر هذا، هذا ينكرونه من شده الحرام، كل حرام زنا مركب هم عيال طبعا. ولكن نقول على حسب نقول الراي السائد للبكريه واقوالهم وكتبهم، نقول ان هذه الروايه مال روايه القدير غير منكر. زين موجوده، وهذه مالت المره اللي اجت هم موجوده وهم نقول هم صحيح، مع انه هم نفسهم يخطئونها، نقول اثنينهم صحيحات. يا جماعه انا الحين يا البكري يا اللي طالعني اسمعني، يجي رسول الله صلى الله عليه واله بالحج ويجمع الناس يقول لهم لا تروحون قعدوا وحر، والناس يعني حاطين ملابسهم تحتهم من شده حر، واللي اللي اللي راح لديرته قالوا له يرجع، واللي ناطر يبي يقعد له كم يوم في مكه يقول له بسرعه اطلع، يقول له عجلهم والناس اخرهم وقعدهم كلهم، وجا خذ علي بن ابي طالب قال من كنت رفع ايده حتى بان نعم بياض ابطه، زين رفع ايده قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. هذه حادثة موجودة على حادثة القدير، خلاص أنا بس أخليها ما بيفسرها لا تفسير أي شيء تفسير خلها. وجت مرة للرسول صلى الله عليه وآله قالت له أنا عندي حاجة معاك أجيك السنة الجاية أجي حق منه إذا ما لقيتك، قال تلقينا أبو بكر يقضي هذه الحاجة. زين منو الأقوى دل على أن الرسول صلى الله عليه وآله منو يقصد خليفة أوصى بالخليفة نعم أو اللي يحكم بعده، يعني حطوها في المقياس شنو الأقرب، يعني إن تعالي مر إذا كانت هذه صحيحة وهذه هم صحيحة اثنينهم. زين وهذه ما التصدق بالخالد إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقومون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. زين هم قال هذا عثمان الخسيس قال إنها مو بالقرآن ولكن تفسير القرآن، حتى هذا التفسير الواضح اللي موجود في كل المصادر عندكم هم ما يعني نقول ما يريد اعتبر يعني هذا خلى ما نبي. طبعا هي بحادثة الخاتم هم يروون أيضا بأن عمر بن الخطاب أول شخص جاء لأمير المؤمنين سلام الله عليه وقال بخن بخن لك يا علي، هذا بالغدير. لا مو بالغدير، بحادثة الخاتم. حادثة الخاتم أيضاً. يقول أبو شو اسمه قال أتمنيت، قالوا شو تتمنى
قال أن تمنيت هذه الحادثة نزلت فيني. نعم. وهذا حتى في عندهم بالتاريخ أن بعض قاموا يتصدقون بعشرات الخواتم بس يبولهم آية تنزل فيهم ولا نزل الله. لأن الله هذا فعلا هذه الصدقة بإخلاص بنية حسنة لأمير المؤمنين سلام الله عليه. هاي حادثة أراد إثباته سبحانه وتعالى في كتابه العزيز للدلالة على من يوالي الناس من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث الرجوع من بعد الله لرسوله ومن بعد رسوله الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليه. احنا اخوان شفنا الكذب والتدليس والتزوير في الحقائق لتنصيب خليفتهم أبي بكر زورا وبهتانا. نقول خلاص بعد ما تعين أبي بكر حاكم لما يعرف بالمسلمين أنذاك، لأنهم المسلمين رفضوا، المسلمين الحقيقيين، وراح يبين لكم في هذا البرنامج كيف رفضوا. على العموم صار شنو صار بعد تنصيب أبي بكر خليفة للمسلمين؟ خلينا نشوف شنو صار على لسان الزغبي. انظروا ماذا جرى بعد موت النبي. ارتجت الجزيرة العربية وما حولها على الإسلام، ارتجت، كل ارتد، كل منع الزكاة، المساجد هجرات، بل مش كده، جمعوا بعض وجابوا سلاح وجم أحاطوا بالمدينة عشان يخلصوا على المسلمين في المدينة. مساجد إيه اللي عاد بيصلى فيها ويرتفع فيها الأذان؟ ثلاث مساجد بس، مسجد مكة، مسجد المدينة، المسجد الثالث عبد قيس البحرين قرية أجاثة. شوف اللي حصلوا، زحفوا إلى المدينة وحاطوا بها، حتى أن المسلمين في المدينة كانوا كالغنم في مرابطها من شدة الخوف والضعف وقلة العدد من أعداء الله جل وعلا. حدثت ردة. ايه، وحين احنا نقول لنرد عليه هذا السفيه، اذا اسقطت عدالة الصحابة، لان انت تقول الكل ارتد وتشعبوا، يعني تغيرت آراءهم، وهذا يثبت كلام الله جل وعلا في كتابه العزيز: ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وهذا الانقلاب قد وقع، لهذا المشكلة وحصل. يشتمون بأنه احنا نقول يابا كثير من الصحابة ارتدوا على أعقابهم بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله. تتكفرون كل الصحابة، ما بقي إلا قليلين لا يعدون بالأصابع. تفضل خلينا نشوف احنا بس يا جماعة حقيقة هذا الارتداد شلون ارتدوا وما هو الارتداد. خلي يشرح لنا يا أحمد النقيب. هناك من ارتد عن أصل الدين، وهناك من ارتد عن بعض الدين. الذي ارتد عن أصل الدين كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي وسجاح، فهؤلاء ارتدوا عن أصل الدين. ومن أعظم أصول الدين إثبات النبوة، وأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء كفار ظاهرا وباطنا، ولم تختلف كلمة الصحابة في قتال هؤلاء. الارتداد صار على مرحلتين، يقول كلي مسيلمة أصل الدين، أصل الدين، يعني وهو النبوة أصلا، أصل من أصول الدين، وارتداد جزئي مانع الزكاة. أي مانع الزكاة. طيب عن فرع من فروع الدين. زين، فرع من فروع الدين. طيب هؤلاء احنا نقول أبو بكر وعمر من المنافقين، من ارتدوا الارتداد الجزئي ظاهرا أمام الناس هم مسلمين، ولكن واقع الحال يقول من ما فعلوه وأجروه على في تلك الحقبة على المسلمين يبين أنهم منافقين. عفوا، ترى هو مو ارتداد جزئي، هو هذا ارتدادهم، بل ارتداد كلي، لأنه من أنكر الإمامة فكأنما أنكر التوحيد أصلا. من أنكر ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه والأئمة من ولده كأنما أنكر التوحيد. هو بالفعل طبعا، خلي أقول لك لحظة، يعني في شغلة، هو أبو بكر أصلا حتى في أصل التوحيد مشرك، حتى في أصل التوحيد مشرك، كان يتصور بأن الله جسم
وكان يعني هو ابتدع الكثير من الأمور في الدين الإسلامي، هو وعمر اثنيناتهم. طيب. فذولا يعني ارتدوا. احنا نقول له على أقل تقدير، على أقل تقدير أحسنت إيه. بس ذولا ما نعي الزكاة هم لم يرتدوا. هسه خلي أقول لكم مسألة يا جماعة الخير، خلي نصير يعني حوار، يعني شلون نقول نخليها بالعراق نحكي. يعني مثلا واحد صارت عنده شبهة، قال يا جماعة الخير أنا بعد ما صلي، ليش؟ لأن أنا هتصور الصلاة مو واجبة. أنت مو تجي رأسا تقول له فورا هذا مرتد، هذا لازم يقتل. لا تعال شوف شنو الشبهة مالته أنت يا أخي، ليش الصلاة مو واجبة؟ يقول لك إيه أنا بس إيماني قوي بالله عز وجل وأني ما أسوي منكرات، إذا الصلاة مو واجبة. فأنت تقول له يا بك وحديثك وآيات قرآنية، تيجي تذكر له بعدين برا ما تلقى على الحجة ذاك الوقت توقع عليه حكم، مو تجي فورا تحكمه بالارتداد والكفر تقوم تقتله. لا ما يصير هذا الشيء، هذا اصلا ما موجود هذا الكلام. فقط عند الوهابيه يقولون يلا امرنا ان نقاتلهم حتى يقيموا الصلاه والزكاه، اذا ما صلوا ذولا وما اعطوا الزكاه عليهم قتل. لا مو هيك شيء، هذول اللي ما اعطوا الزكاه اللي سميتهم مرتده وارتداد جزئي، اولا ليش ما اعطوا الزكاه؟ يروح راجعهم كلهم يقولون يابا احنا حتى اشعارهم وهذا، يقول احنا ما متوقعين بان ابو بكر راح يصير خليفه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي نعرفه بانه علي بن ابي طالب امير المؤمنين صلوات الله عليه سوف ياتي بعد رسول الله صلى الله عليه واله، وسوف هو يكون هذا الخليفه الشرعي. احنا ما نعطيك انت زكاه. وقال لو قام احد من اهل بيت رسول الله لادينا عليه. احسنت زين، يعني هذا لا ارتد ولا اي شيء، تجي انت تحاربه. هذه اخوان ترى راح في عندنا بيت. يمكن عندي اكثر من 13-14 فيديو يشرح هذه الحادثة، بس اللي منع قاتلي الزكاة ومالك بن نويرة زين اللي يقولون مانع الزكاة وهل ارتدوا ولا لا وشنو قالوا بالضبط من أقوالهم حتى أحلوا دمهم وشنو صار بعد قتلهم وسووا بحريمهم وسووا بأسراهم كله من أقوالهم. ولكن أنا بس على هذه الجزئية، جزئية المرتد توه قال ان في مرتدات جزئي، ابي اشوف شنو حكم المرتد عند الفقه البكري. نطلع ثلاثة يتكلمون على الارتداد، بس قبل لا ندخل بحادثة الردة على قولتهم ومانعي الزكاة وحادثة مالك بن نويرة وقيرة وماذا جرى من ابي بكر على مالك بن نويرة وقومه وزوجته، نشوف هذا كله. بس قبل عندي تمهيد ثلاثة بس أحط لكم إياهم يتكلمون على الارتداد وحكم الارتداد. حط المقام مسي خلينا نشوف. أقول إجمالا جماهير أهل العلم من السلف والخلف وعليه الفتياء وعليه عمل المسلمين عبر العصور، نعم، أن المرتد من ثبتت ردته قضاء عند القاضي الأصل أنه يقتل ما في الصحيحين، من بدل دينه فاقتلوه. وأما احتجاج بعض أهل من ينتسب للعلم من أن الله جل وعلا قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فهذه الآية لا حجة فيها. آية لا حجة فيها، شلون آية لا حجة فيها؟ لا إله إلا الله، يعني آية قرآنية لا حجة فيها، يعني كلام الله شنو؟ والعياذ بالله. لا هو بحسب مزاج أبو بكر عمر ما إلى معنى ولا هو شيء. هو لو أبو بكر قال شيء وقال الله شيء لمشوا رأي أبو بكر ذولا. لا هو يقولون لأبي بكر حتى شنو قتله. على العموم هو راح يكون هناك تفسير على هذه، ولكن خلينا نشوف عدنان إبراهيم هم بكري ترى نفسه معايشي، خلي نشوف شنو يتكلم على موضوع المرتدين، وبعده في واحد دكتور طه جابر العلواني. طبعا أنا بس تعليق على الجزئية في نهاية أن اختلاف الناس واختلاف الأديان، الله بده هيك؟ لا مو الله بده هيك. طبعا الله سبحانه وتعالى فتن الناس ليختبرهم ليمحصهم لكي يرى من الذي يتبع الحق وأهل الحق ومن الذي يرتد وينقلب على عقبيه. الله سبحانه وتعالى جعل الأمة في اختبار وامتحان، وجعل هؤلاء المنافقين وسيلة من أجل أن يمحص ما بين الناس ويعرفون من يتبع الحق وغير الحق. أما أنه يقول هذا افتراء على الله طبعا، أن الله سبحانه وتعالى أراد أن تبقى الأمة بهذه الحالة وبهذه التشتت وبهذا التشرذم الذي أدى إلى قتل الناس وذبح الناس وسفك الدماء والتذابح والتطاحن فيما
بينهم ممكن هو نعم هو تفسيره ومصطلح اللي استخدمه الله بده هيك ممكن اخطا فيه، ولكن إيه؟ احنا راح نبقى على نقول ان هذا راي بكري هم يتكلم على الارتداد، هذاك شنو قال يقتل. اما بالنسبه للموضوع الارتداد هذا اللي فصله طبعا هو تقريبا قال كلام دقيق واستشهد بايات قرانيه على الراي البكري على الراي البكري يعني. نعم انا احنا قاعد ليش طلعنا عدنان؟ احنا راي الشيعي يختلف عن هذا. زين انا اتكلم على الراي او الفقه البكري، هذا عدنان ابراهيم تكلم على الارتداد على الارتداد، المقامس يتكلم على الارتداد، في عندنا الدكتور طه جابر علواني هم قاعد يتكلم على الارتداد، خلي نشوف وبعدين ندخل على موضوع الارتداد وكيف قتلوا مالك بن نويرة ومانع الزكاة. هل كان قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه قولا سياسيا أم حكما شرعيا فضيلتك؟ هو لا هذا ولا ذاك. نعم. الحديث في إسناده وفي متنه كثير من المشكلات، فهو وإن ورد من طرق عديدة لكنه ينتهي أو يدور حول شخصيتين، عكرمة مولى ابن عباس وابن تميمة أو أيوب السختياني، وكلا الرجلين ممن تكلم فيه علماء الجرح والتعديل، فالحديث لا يرقى إلى مستوى القطعية أو القطعية في الصحة. نعم. بالنسبة نعم هذا يبين أنهما تذبذبوا في قطعية هذا الحديث أصلا، يعني غالبيتهم مجمعين على أن هذا الحديث الموجود عندهم بالنسبة للردة وإقامة الحد على المرتد لا أصل له أو لا صحة له أو لا سند قويا له، وهذا الواقع يعني عندهم حسب حادثهم، لكن اعتمدوا على الإرهاب الذي صنعه أبو بكر في ذلك الزمان، لأن قام بالإرهاب وأرادوا أن يبرروا لهذا الإرهاب بماذا؟ بأن هؤلاء مرتدون ثم يجري عليهم هذا الحكم الذي هم لم يتثبتوا إلى الآن في دينهم في ما يعتقدون به من سنة أن هذا الحكم قطعي. نعم كلامك صحيح تقريبا صحيح، أن شنو حاولوا يأولون لأبي بكر فقاموا يترددون بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، قال ما قال واضحة مواضحة، نخطئ الآية نقلط القرآن نقلط تفسير القرآن، شنو نسوي شنو نسوي حتى نبرر هذا القتل في شغلة فيها دماء. هو مو بس دماء يعني أبو بكر كثير من الناس أحرقهم أحياء يعني. نعم في هذه الحادثة في نعم. هذه الحادثة يعني هو حارب من سماهم مرتدين والشيعة الذين رفضوا بيعة أبو بكر أحرقهم أحياء، فهو الآن يردون يبررون بأنه هل أبو بكر يعني حينما فعل هذه الفعل هل بالفعل هؤلاء الناس كانوا مرتدون أم اجتهد فأخطأ؟ فأنا أقول لكم مسألة، هو لا اجتهد، هو بس أخطأ ما اجتهد أصلا، لأنه أبو بكر بحد ذاته كان يصف نفسه بأنه جاهل وأن له شيطان يعتريه، ففي لحظة شيطانية اعتراه الشيطان وقام بهذه الفعل الخسيسة من قتل وإدماء وذبح لهؤلاء الناس المساكين بحجة بأنهم ارتدوا. طبعا هو لأنه حاكم غير شرعي ويتصنع بالدين فشيسه ويحاول أن يضع موضوعا دينيا لماذا يفعله وما يأمر به، فيقول هؤلاء ارتدوا ولو منعوا عني عقال بعير، هذه راح يقولها ارتدوا. ولكن مثل ما قلت هم نفسهم الصحابة اللي يسمونهم الصحابة ما رضوا يقتلونهم، اختلفوا فيهم صار عندهم اختلاف، ولأن أبو بكر طاغية مجرم اللي هو رجح كفة اللي يريدون قتل، حتى عمر بن الخطاب ما رضى. هذا الحين يشرحها بالضبط أحمد النقيب، خل نسمع. اختلف الصحابة في قتال الذين منعوا الزكاة وهم الذين ارتدوا عن بعض الدين، فمنهم وهذه غالبة الصحابة من لم يجز قتالهم، ومنهم وهم القلة الذين رأوا قتالهم وعلى رأسهم الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه. شنو صاير؟ صار خلاف بينهم، هذا يقول قاتلوهم لأن ارتدوا عن بعض الدين، كلمتها هي شنو؟ ارتدوا عن بعض الدين،
يعني ما ارتدوا عن الدين على الزكاة. هو أشوف لحظة، هو عمر ايش قال لأبو بكر بذيش اللحظة؟ قال لي أبو بكر، قال قلت لعمر، لأبو بكر عفوا، عمر يقول قلت لأبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أن يقولوا لا إله إلا الله، أو حتى أن يشهدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فذولا يشهدوا الشهادتين ذولا، صحيح هم منعوا الزكاة بس يشهدوا الشهادتين، ما لك حق تقتلهم. أبو بكر أصر قال هو لو كان لو منع عني عقل بعيرا. هذه الحين يقولها الزغبي بكلمتك بالضبط. خلنا نعلق تعليق على هاي. بالنسبة لي طبعا أبو بكر لما أجرم في حق هؤلاء ظلم الحجر والمدر. أحسنت. يعني ما أجرم في حق البشر فقط، حتى في حق الزرع، في حق الحجر، أحرق البيوتات، أحرق المزارع، أحرق كل ما يملكون هؤلاء الأشخاص الذين اعتبرهم هم مرتدين. بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني حتى في الغزوات في وقت الحروب كان يأمر بأن لا تقلع شجرة، وأن لا يقتل طفل أو امرأة، لا تضرب امرأة يعني، أو حتى لا تضرب امرأة، أو لا ولا تتبعوا مدبرا. هذا الأطفال والنساء، ويعني أطفال إذا اعتبر مثلا هؤلاء الأهل مرتدون، هؤلاء الأطفال بأي ذنب يقتلون؟ هؤلاء النساء مثلا بأي ذنب؟ خلنا نبدأ على نتدرج بالحادثة، لأن احنا على أصل الحادثة، حادثة قتل هذولا. نبغي بعد وبعدين نتدرج الشعب على المواضيع اللي تكلم عليها، ولكن نبي نشوف التو تفضل فيه الأخ فايز اللي يقول عمر رد على أبو بكر بحادثة هل نقتلهم أو لا. خل نسمع أو الزغبي شو يقول. أبو بكر جمع الصحابة وأخذ رأيهم، يقول بلاش قتال، ده نقبل منهم الصلاة ولا أوه. مش مهم الزكاة. وعمر رضي الله عنه يقول أتقاتل أناسهم يصلون أو كذا إلى آخره. الأمور فيها اضطراب ورعب في المدينة. أبو بكر النحيف الضعيف بس القوي قام وقال الله أكبر، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. هآتل وقتل اللي فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقال بعين كان يؤدونه لمحمد صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. هذا الضعيف النحيف سواها سالفة أموال، على أموال أنا بقتلهم واذبحهم على لو منعوني عقال بعير. يعني طبعا هو أرخص، نعم هو طبعا أرخص شيء في ذلك الحين من أرخص الأشياء هو عقال البعير ترى. يعني هو مجرد حبل بسيط يجي يسحل به البعيرة، عرفت شلون؟ فهذا من أتفل الأشياء. فقال لو منعوني عقال بعير لقاتلتهم عليه. شلون جريمة يا أخي؟ خب ساومهم، حاورهم، اقعد احكي وياهم، يا أبي شنو مشكلتكم؟ شنو هذا حرام؟ ما يجوز. نعم. ما يصير هذا شرعان، هذا طيل الفقراء. يا أبي هذا عقال بعير، أنتوا الطين فقير مالتكم، مو حاجة مو ضروري بأنه تبعثوا إليه للدولة للعاصمة. ما يصير هذا الشيء. هم اعتبروا أن منع الزكاة كفر. هذا الحين يقولها السويدان، زين معنا يعني شنو هني؟ يعني واحد يغير كلام، يعني واحد يناقض الآخر. هذا الحين السويدان شو يقول؟ يقول لأن هذول منعوا الزكاة فيعتبر منع الزكاة كفر ويستوجب قتلهم. راح نشاهد هذا الفيديو بعد مع بعض ونشوف بعده هل فعلا هذه الكبائر تستوجب الكفر، وفعلا ان اللي ما يؤدي فريضه او عمل معين فرع من فروع الدين هل هو كافر، هل يستوجب قتله؟ خلينا نشوفه بعد ما نشوف هذا المقطع. لاحظوا، مرتد هو انسان اعلن الاسلام ثم تراجع عن الاسلام او تراجع عن الزكاه. انتشرت الاخبار في الجزيره أن بعض هؤلاء الذين كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تم قتلهم على يد المسلمين لأنهم منعوا الزكاة. الإسلام يعني إذا واحد فقط إسلام لكن ما في تطبيق، أي إسلام من هذا؟ إسلام وهو يرفض الزكاة ولا يرفض، يعني في شيء إنسان يقصر في الزكاة، يقصر في الصلاة، الصيام، في الحج، في الصلاة، يعني قد يهون أمره، لكن إنسان يرفض يقول هذا ليس من الدين، كنا ندفعها لمحمد لا ندفعها لغيره، هذا ترك شيئا من الدين وترك معلوما من الدين، فهذا كفر. ايه يعني انا بس كفرهم. ايه هو طبعا نهاها، بس الان احنا لو بغينا نضرب مثلا
مثل يعني على وضعنا المعاصر، مثلا الزكاة والصوم وردوا من فروع الدين مثلا في زماننا هذا مثلا، أو الأزمنة اللي سبقتنا شوي يعني ما تسين اللي كان مثلا يمسكونه مفطر غير صائم يقتلونه؟ لا مثل هذا نطلع نشوف شنو، مثل في واحد مهشكل كسل أو ما يحب يظل جوعان، أو واحد تعبان ما يبي يصلي، هذا يختلف على إنه ينكر الصيام نعم أو ينكر الصلاة أو ينكر الزكاة، احنا نفرق بينهم. هذول المثل اللي تفضلت فيه توك شافوا، ما هذا اللي أنا أبغى تسقط عليه. الآن هؤلاء أصلا ما أنكروا الزكاة، هم قالوا بنص ما موجود عندهم أننا نؤديه لأحد من أهل بيت رسول الله حسب وصايا رسول الله، نحن لم ننكر الصلاة وشهدوا بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أمامهم، ولكن ما الذي صنع بهم؟ قتلوا على ذلك. فالآن لو جينا في عصر أبو بكر مثلا حطينا أحد من لزمه مثلا مسكه واحد بالشارع في شهر رمضان غير صائم يقتل، لكان يقتل على مقياس اللي هم قاسوا على هؤلاء الناس المفروض يقتل. ثاني شيء، احنا اذا نبغي نرجع للدين، هل مثلا اذا شخص لم يعطيك زكاته امتنع، خلينا نقول هو امتنع ما قال بعد ادي مثلا انا لاهل بيت رسول الله، اصلا اهل بيت رسول الله جاءوا ليجبون الزكاة كما حدث في هذه الحادثة عندما أمير المؤمنين ولا مالك الأشتر على مصر أعتقد، وأعطى تلك الرسالة الشهيرة التي حتى يستشهد بها الغرب إلى اليوم في الرأفة بالناس. في هذا الباب وهذا المورد عندما أوصاه بأن يجبي زكاتهم ماذا قال؟ يعني لو امتنع، بما معناه لو امتنع أحد عن إعطاء الزكاة فترك، كيف هذا شخص ما أراد أن مثلا يقيم حدود الله أو يقيم ما أمر الله به، هو يحمل ذنب يوم القيامة، إنما باقي هذا على إسلامه، يشهد الشهادتين، يصلي، يصوم، لكن مثلا إنسان بخيل ما يريد يعطي الزكاة، تقتله؟ لا يجوز قتله. وكلهم يعلمون ومتفقين أهل الخلاف وأهل العامة أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يعتبرونه خليفة لهم، وهو ويعترفون بهذه أنه أعلم من أبي بكر وعمر، وأنه الحق معه ويدور معه حيثما دار، وأن أعلمكم علي وأقضاكم علي. طبعا هي أكو مسألة هي حول هذا الموضوع بالذات، يعني هم يقولون بأنهم ما أعطوا الزكاة بناء على شبه. أنا مرة شفت فيديو لعثمان الخميس يقول فيه بأنه هم قالوا بأنه نزلت الآية هكذا تقول خذ من أموالهم صدقة، فإذا الأمر نازع على رسول الله، فإذا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا نحن إلى من نؤدي الصدقة؟ إذا كان هو الأمر واجب على رسول الله فصدقات لا أعطيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا انتهت الصدقة. فكانت هناك لديهم شبهة حسب زعمهم هم، فعلى بناء على الشبهة يعني تقتلونهم، هذه مسألة. ثانيا أقول لكم مسألة، يعني أنتوا لاحظتوا ما هو قول أبو بكر؟ قال لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، ما قال من فرق بين الصلاة والصوم أو الصلاة والحج أو الصلاة والمثلا أمور أخرى من الدنيا والبر الوالدين مثلا، ما قال ما هذا الشيء، بين الصلاة والزكاة. اللي فرق بين الصلاة والزكاة أقاتل آني، شنو هي المسألة؟ مسألة فلوس، مسألة نفوذ، مسألة أموال. إذا توصل للأموال، هو ليش حارب فاطمة الزهراء سلام الله عليه ووضع يده على فدك؟ مسألة أموال، الفلوس لازم كلها تصير بيدي آني ووزعين حسب ما أشاء آني، لأنه ما يقول لك ما استرقت الأعناق بمثل الإحسان، والفلوس أماتين يعني تخلي الناس تجي لك، يعني شاو أم أبو، اللي حتى اللي يحبك واللي ما يحبك والراضي عنك والما راضي عنك، تقول أنا أدفع لك مرتب شهري، يقول لك يلا أنا أجيك، شو أسوي بك؟ مجبور يعني، أنا أحتاج أرد قوة، أريد عيشتي آني. فأبو بكر هو أراد هذا الأمر بالذات، بعث جباته إلى كل أقطار الدولة الإسلامية في ذلك الحين من أجل جلب الزكاة والأموال إليه وتقوية نفوذه وسلطانه في العاصمة المدينة المنورة. نعم زين، الحين هل يستوجب كفر مانع الزكاة؟ يعتبر كبيرة من الكبار أنه يمنع الزكاة، ولكن الآن نشاهد حسب رواياتهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله تنال شفاعة أهل الكبائر من أمته. خلنا نسمع ونشوف هذا الحديث يتطبق على المانعي الزكاة، خلنا نشوف مع بعض.
أهل السنة يقولون في مرتكب الكبيرة إنه مؤمن بإيمانه فاسخ بكبيرته. ذكر الإمام رحمه الله أن أهل السنة يخالفون الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة ويخلدون بها في النار. من قال بتخليد صاحب الكبيرة في النار فقد نطق القرآن والسنة بتكذيبه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وإذا كان هؤلاء قد كفروا فإنه لا شفاعة في الكافرين. فكذبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كذبهم الله تبارك وتعالى في قول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشفاعة: أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للخاطئين المتلوثين. هذه حجة قوية ملزمة تدحض قول من يكفرون أهل الإسلام بعموم المعاصي. ولو كانوا كفارا بارتكابهم الكبائر وتلوثهم ما نفعتهم شفاعة الشافعي. نعم، هذه رد على أبي بكر اللي كفر اللي مانع الزكاة، وأبو بكر يعني ما تنال شفاعة الشافعين. هذا كلام الأخ وكلام الله ورسوله يناقض من يقول بتكفير أصحاب الكبائر. هذا كلام واضح من رسلان توه عن أهل العلم عندهم. طبعا فكلا قاعد نتكلم في الجو البكري، حسب الفقه البكري. البكري شو يقول؟ يقول أصحاب العلم والله جل وعلا أول شيء ورسوله يناقضون من يقول بتكفير صاحب الكبيرة. لا، لأن راح تنال شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله. فمن أنت يا أبو بكر تنكر كلام الله جل وعلا وكلام رسوله؟ وش يقول آخر شيء؟ يقول: من يكفرهم لن تناله شفاعة الشافعين. إحنا من فمك ندينك رسلان، ترى هم عيوشي. عيوشي، نعم، عيوشي. يكفر أبو بكوري قحوفي. زين، الحين شنو اتضح لنا يا جماعة؟ اتضح لنا أن أبو بكر قتل ناس عندهم كبيرة على يعني أقل يعني أكبر وصف نوصفهم كبيرة، وهذه فيها دماء، والدماء مثل ما شرحناها لكم اختلف في قتلهم ومحاربتهم ما يعرف بالصحابة، ولكن أبو بكر كان من الذين يدعمون الرأي بقتال مانعي الزكاة. ولكن لا ننسى أن بينهم أطفال ونساء كانوا. إيه، والنفس الوحدة اللي تقتل ظلما. نسمع معاكم العريفي شو يقول عن قاتل النفس. والله جل وعلا يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام لما جمع الناس في حجة الوداع وبين يديه مئات الناس بل عشرات الآلاف ممن اجتمعوا من كل فج عميق، وإذا به عليه الصلاة والسلام يصرخ خطيبا في هؤلاء جميعا مبلغا مبينا يقول لهم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: بلى. قال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن
قتل مؤمنا متعمدا، ثم قال: ومن قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. رواه أبو داود. وعند ابن ماجة قال عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون عند الله تعالى من قتل مؤمن بغير حق. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله تعالى في النار، لأكبهم الله تعالى في النار. طبعا هاي الدجال يعني رفع ضغطه طبعا بشكل مو طبيعي. هذا الخطاب قاله بعد شنو؟ بعد ان كان على القائمه او رقم واحد في القائمه من المحرضين للناس على قتل الناس، يعني على هذه اللي طلعوا بجهاد وما جهاد والانضمام لداعش وتنظيم القاعده، وهاي كان من اول المحرضين للناس على القتل والذبح واستباحه المؤمنين والمسلمين في كل بقاع الارض. بعدين لما تغير توجه الدوله بما يسمى الدوله السعوديه، شافوا ذا راح يرجعونهم ويخافوا وداروا عليه شوية، وهذا داود الشريان هم ببرنامج دار عليه شوية وذكروا اسمه أكثر من مرة بأنه من المحرضين. طلع لك بهذا الخطاب الوجه الثاني طبعا لهم. لا أن مو الوجه الثاني لعائشة، الوجه الثاني العريفي. عندنا ترى أحاديث تقول أن قتل النفس وقتل المؤمن وقتل وقتل وقتل، لكن بالمقابل لا يرتبون هذه الأحاديث أو لا يطبقونها على سلفهم الطالح الذي قتل وذبح. نحاول نطبق هذه الأحاديث اللي ذكرها بالعريفي اللي هو داعية الإرهاب في هذا الزمن على الصحابي المؤمن مالك ابن نويرة، ونتكلم تفصيليا من طبعا من أفواههم كيف قتل وطريقة قتله ومن هو بالبداية مالك ابن نويرة. خل نسمع اللي هو داعية مغربي اسمه سعيد الكملي أو الكمالي، الحين راح نحط اسمه يشرح لكم من هو مالك بن نويرة. كانت كنيته أبو حنظلة، كان شاعرا فارسا من فرسان بني يربوع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله على صدقات قومه، هو المكلف أو المتكفل بأن يجمع الصدقات من قومه ثم يأتي بها لمين؟ لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مالك بن نويرة كان أولا صحابي فارس شجاع زعيم قومه مسلم، وكان موقع ثقة رسول الله صلى الله عليه وآله، ويستأمنه على صدقات قومه ويحضر الصدقات لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذه يا جماعة حطوا تحتها مليون خط، صحابي كان صحابي مالك بن نويرة، يقولون كان صحابي وكان موقع ثقة رسول الله وموضع ثقة رسول الله مالك بن نويرة. يا أخوان شباب سمعتونا طبعا، انا جماعة هذه يخاف اذني، هذه فيها سماعة وهذه اخا ما اسمع اذن، سمعتوا ايه سمعنا، المفروض البكريين هم سمعوا. طبعا مظلومية مالك بن نويرة رضوان الله تعالى عليه كبيرة، وأجرم عليه هؤلاء القوم وقتلوه بغير حق وهتكوا عرضه وزنوا بزوجته، لكن عندما تصل اليوم هذه الحادثة للمخالفين أو عوام المخالفين فيصلون إلى كهنتهم ويسألون عن السبب وما نشب ما بين مالك بن نويرة وخالد بن الوليد الذي أمره أبو بكر بأن يذهب لقتل مالك بن نويرة رضوان الله تعالى عليه، فماذا يتملصون من ذلك؟ بكلمة واحدة وبكل بساطة وبكل سهولة: سيدنا قتل سيدنا، انتهى الموضوع. هذه راح هذا هم سيدنا، هذا هم سيدنا. هذه راح نسمعها، هي بس فقط سيدنا ما سيدنا؟ لا، عندهم تبرير قوي جدا من روايات ومحاديثهم، تبرير يستحق قتل مالك بن نويرة. خل نسمع منو نفسه سعيد الكلمي، وحط لنا عثمان الخميس اثنين وراء بعض يشرحون شنو الكلمة اللي قالها اللي يستحق يعمل فيه كل هذا الشيء.
خلينا نشوف شنو قال مالك بن نويرة حتى قتل خالد بن الوليد. قالوا لخالد لما جاءهم يعني بن يربوع منهم مالك بن نويرة زعيمهم، قال إن هذا المال كنا ندفعه لصاحبكم في حياته فمات، فما بال أبي بكر؟ واضح؟ فإذا هنا امتنعوا من دفع الزكاة، ولكن قالوا إن خالد بن الوليد غضب عليه وقال أهو صاحبنا وليس بصاحبك، وهذه الكلمة في حد ذاتها ردة، فأمر ضرار بن الأزور قال يا ضرار اضرب عنقه، أي لأجل هذه الكلمة الخبيثة وهي إنما هي ممكن أن تفعل لصاحبكم، ولم يقل لرسول الله ولم يقل لنبي الله وإنما قال صاحبكم، فقالوا خالد صاحبنا وليس بصاحبك فاضرب عنقه، فضرب أمر ضرار أن يضرب عنقه لردته بهذه الكلمة وليس بمنع الزكاة. التخبط وشلون الدجل وشلون هاي يسمونها جمبزة. نعم. يا أخوان الحين أنا ويا جمال سلمان أقول له جمال في صاحبكم، أنت تقول منو صاحبكم، أنت تقول لي قولي منو صاحبكم، منو صاحبكم، صاحبكم يقول الرسول اضرب عنقه، زين وين المرتد يا اخوان، وين تعلن تكلمه بالتوبه تنصحه، وين اللي تسترجعه مره ثانيه وتشوفه تاب ولا لا، قال صاحبكم اقطع راسه، شو وين قاعدين؟ لا هو طبعا صاحبك، طبعا هم صاحبنا مو صاحبك، صاحبي وصاحبك مو صاحبك، وقص راسك، وين قاعدين يا اخوان، شنو هذا، وين قاعدين؟ وبعد شو يقول هذا الكلب عثمان الخسيس، يقول لا حتى نسى موضوع الزكاه، جاي عشان الزكاة لما يقول مو قتل على الزكاة، لا لا مو على الزكاة، قال صاحبكم قص راسه، ضرار حبيبي قص راسه، شنو وين قاعدي؟ لا هو طبعا هذا عثمان الخميس هم متخبطين بشأن مالك بن نويرة، مرة يقولون لأنه قال صاحبكم، مرة يقولون أصلا صلوا واحد صلى برا الثاني وقعدوا وأكلوا بعدين قاعدين بالخيمة، ففاتت مرة مالك بن نويرة من قدام مالك بن نويرة، فهذا قاعد ينظر لها نظرة خبيثة، وكانت معروفة بمرأة بالجمال يعني، فنظر لها نظرة خبيثة، فلما مسكها أولا طبعا مالك بن نويرة راح قال لها قال ليش فتت من قدامه هذا، قتل فوتك راح تقتلني هذه راح انقتل من وراش، ولما مالك خالد بن الوليد مسك مالك بن نويرة قال لها أنت ما حد قتلني، أنت إنما قتلتني هذه الإمرأة، على مود هاي المرأة تقتلني، أكو هذا موضوع هو يقولون، طبعا هو يقول لأنه صاحبكم مقتل صاحبكم، بعض الروايات يقولون هو نفس هذا عثمان الخميس أنا شايفه حكوا وياهم وتناقشوا حول موضوع الزكاة وقالوا إيه إحنا ما جانا وما أدري شنو صار نقاش، بعدين قال لهم زين لعد أدفئوا أسراكم، أدفئوا أسراكم هذه هم راح تطلعها ها كلها موجود. هذه وجنبزة هذه فيها خالد طبعا الوليد. هو نقطتين إيه؟ عليهم على هذا، اولا قول مالك بن نويرة صاحبكم هو كان يعني حسب الظاهر انه يقصد ابو بكر لانهم مبعوثين من ابو بكر، فكان يقول لهم صاحبكم ليس يعني انه فعلا ما يعترف بصاحبهم اي ابو بكر وليس رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، بدليل انه كان من صحابه رسول الله ومن المفضلين وكان موضع ثقه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، طبعا لا زالوا يصلون كانوا وكانوا يصلون، انزين هذا شيء، الشيء الثاني زين اذا تنزلا يعني قلنا بكلامكم أنه قال صاحبكم ولم يعترف بصحبة رسول الله أو استهزاء برسول الله صلى الله عليه وآله وحاشاه مالك بن نويرة من ذلك، إذن أصبح مالك بن نويرة يعني كافر، لذلك على ذلك قتلتموه لأنه مثلا أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بال ترضيكم عليه إلى يومنا هذا، ولماذا تقولون سيدنا إلى يومنا هذا؟ لا انتظر ما يترضون، راح أطلع لكم، لا يترضون عليه ويقولون سيدنا، لا ودفع دية وكله راح كل هذا راح يطلع، هاي مسألة يدفع دية أخطأوا وقالوا كذا راح نطلع كل هذا، ولكن لازم خلنا نمشي تدريجيا بالموضوع، قال له صاحبكم هذا زعل قضب خالد، شلون تقول صاحبكم قصر راسه، اكتفى بهذا الموضوع، خلنا نشوف شنو سوى بعد ما قص راسه، خلنا نطالع تفاصيل. سيدنا خالد لما أمر بقتل مالك بن نويرة أمر بفصل رأسه، الفصل رأسه، فقطعوا رأسه، فسيدنا خالد يعني عمل إجراء لإرهاب المرتدين اللي هم فارين هنا وهناك، فخذ الرأس بتاع مالك بن نويرة وحطها وحط جنب منها حجرين، ولع النار وجاب قدر وفيه لحم
يستوي بقى على ايه؟ على النار دي. الاواعد ايه؟ الاواعد اللي القدر محطوط عليها ايه؟ راس مالك بن نويرة وحجرين. الناس بقى لما يسمعوا وسيدنا خالد ويجيله نفس ياكل من اللحمه اللي هي في الخضره دي، يجيله نفس. سيدنا خالد شخصيته قويه جدا ونفسه حلوه وما ليرهب الاعراب. ان الموضوع ده محتاج حزم، الموضوعات دي محتاجه قوه ارهاب للاعراب المرتدين. فيقال في الروايات ان النار قعدت ايده في شعر مالك بن نويرة لحد اللحم ما استوى، ولسه النار ايده في الشعر لكثره شعر راسه. شعر راسه غزير وتقيل وكتير، فالنار قعدت ولع فيه ايه مده طويله. ما كانش اصلع يعني، او شعره خفيف، او شعره غزير وكتير، قعدت النار ايده فيه لحد اللحمه ما استوت وكل سيدنا خالد. طبعا سيدهم مالك بن نويرة نفسه حلوه ومدلع نفسه. لا لا، خالد بن الوليد، ما ادري، استغفر الله، خالد بن الوليد نفسه حلوه ومدلع نفسه. ليش؟ على اساس انه عادي يقطع راس انسان ويحطه ويطبخ عليه وياكل، وهاي شيء يعني خارج فطره الانسان، يعني لا تموت للانسانيه بصله بل تموت للوحشيه بصله. هاي هذا شيء. ثاني شيء، انا يعجبني دائما اذا ما اعترفوا البكريين بالارهاب وانهم ارهابيين. في الحقيقه هم يعترفون بان هذا ارهاب، الذي جرى على مالك بن نويرة ارهاب، وهذا الارهاب طبعا على النقيض مع الاسلام. احسنت. لا يركب الارهاب والاسلام. هو اسلام، سلام. اسلام، سلام. المؤمن المسلم من سلمت الناس من 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 قولي ويده. بس اريد اسال سؤال يعني. اما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز المثلة حتى بالكلب العقور. هذا ليس هذا نوع من انواع المثلة؟ جاي حط راسه جود حتى تحرق بنار للارهاب. اقتله والسلام اذا كان عندك مشكله وياه، او كان هو شخص يستحق القتل قتله خلاص، انتهى، تدفنه بعد، انتهى. ما لك حق تجي تحرق جدار، تخلي راسه قدر او تعلقه او تسوي ذي الامور ابدا. بس تاريخهم هذول البكريين مليء بهذه المثلات، وارهاب مليء مليء مليء. يعني واحده من ذي المثلات هو ليش هو هذا شوف تاريخهم هذا الخبيث، بدا هذا بحرق الراس، بعدين وين وصلت المرحله؟ وصلت الى حمل رؤوس اهل البيت سلام الله عليهم الى منو؟ الى هذا السكير العربيد يزيد بن معاويه لعنه الله عليه، وخلاه قدامه يشرب خمر يضحك. نعم. شوف هذه المراحل، هم دينهم مليء بالإرهاب والقتل وقطع الرؤوس تمثيل، وشيلوه يتفاخرون به، يا با احنا شو نسوي؟ بل ليس فقط هذه المراحل، يعني تعدت إلى أن وصلت، بقيت هذه سنة إلى أن وصلت إلى زماننا هذا، وكلنا شاف. أي نعم. يعني الدواعش وغير الدواعش ومال القاعدة هذول وجبهة النصرة وغيرهم شنو سووا أقول لك مرة صارت في حادثة، أستراليا كلها انهزت. طفل أسترالي فد واحد أسترالي جاب ابنه وهو قام يشتغل بداعش، فجاي طاق صورة ابنه شايل الراس شبيده مذبوح، ذاك شايل راسه وده يضحك، ذاك طاق يصور. الصحف الأسترالية كتبت احنا وين وصلنا ليا مرحلة، هذا شلون هذا واخذ ابنه هناك؟ ويعني صدق خلاف للفطرة الإنسانية، خلاف للعقلية للبشرية لكل إنسان سوي أصلا هذا الموضوع يعني. بل زادوا على ذلك طبعا، أي يعني سنة تسن سيئة خلاف رسول الله وخلاف يعني الفطرة السليمة للإنسان وخلاف الدين الحق الذي نزل به، يعني تشوفها تتطور. إذا هذا خالد بن الوليد النجس طبخ على رأس مالك بن نويرة، طبعا اكو بعضهم يقولون اكله من لحمه، هذا هؤلاء طبخوا الرؤوس بنفسها، قد يكونون حتى اكلوا لحم هذه الرؤوس. اذا كانوا ياكلون الاكباد والقلوب علنا بعد شق صدر الانسان وهو حي بدمائه، يعني ما بالك اذا طبخوا الرؤوس. نعم. زين الحين مالك قبل لا يقتله خالد بن الوليد قال انا مسلم، يعني قال انا مسلم. خلينا نشوف هذا الداعيه من دعاتهم يقول الحديث اللي دار بين خالد وبين مالك بن نويرة. في كتاب الواقدي، في كتاب الرده، قال الواقدي: ثم قدم خالد ابن الوليد مالك بن نويرة ليضرب عنقه، فقال: ما لك أتقتلني وأنا مسلم أصلي للقبلة؟ مالك بن نويرة بيكلم سيدنا خالد بيقول له: أنا مسلم، أنا بصلي. فقال له خالد: لو كنت مسلما لما منعت الزكاة. طب بتمنع الزكاة لي وأنت مسلم، ولا أمرت قومك بمنعها. زين الحين قال لي: أنا مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يصلي.
ماكو فائدة، اغتله وقطع هذا زين. الحين النقيب أحمد النقيب يقول قصة ثانية، يقول هذول اشتبهوا ما اقتلوا وقالوا أن الزكاة كانت على عهد الرسول صلى الله عليه وآله، وخلاص انتهت مع انتهاء مع وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. خلينا نشوف هذه الشبهة، وخل هذا نشوف يستوجب ارتدادهم وكفرهم. خلينا نشوف. فكثير منهم لم يدفع الزكاة، لم يدفع الزكاة ظنا أن الزكاة إنما سقطت بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأولوا قول الله سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والذين منعوا الزكاة تأولا هم غالبة بنو اليربوع من بني تميم، وعلى رأسهم مالك ابن نويرة. ظنا، أيؤخذ الناس بالظن؟ نعم تأولا هو يقول قتل نفس. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. بالظن انت ظنن، الناس ظانين مشتبهين شاكين في شيء، مو تجلس معهم تبين لهم الحقائق، تبين لهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله الحقيقية، وأن استمرارية هذا الزكاة لابد أن يكون. بس هو ترى قاعدتهم يأخذون بالظن على الظنة والشبهة. نعم. يعني هذا في زمن كانوا الشيعة مضطهدين، يعني يقولك بالظن، ظن بينهم شيء. معاوية بعد قالها روح قتلها انتهى. فإجرام وإرهاب في الواقع. نعم. لا مثل، يعني لم يحصل مثله قبل حتى قبل الإسلام، يمكن ما صار مثل هذا الإجرام الذي أجراه أبو بكر وعمر. نعم. بعد الحين إحنا يا جماعة تذكرون قبل شوية قلت لكم حطوا مليون خط تحت كلمة الصحابي إن هو خالد بن مالك بن نويرة، صحابي وفارس وكبير قومه ومحل ثقة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان هو الذي يحمل الصدقات لرسول الله صلى الله عليه وآله، والآن شنو يقول؟ متأولا، يعني الصحابة صاروا متأولين. زين، هناك طبعا كفرهم أبو بكر وقاتلهم وخالد بن وليد قطع رأسهم الصحابة. زين، خلينا نشوف خالد الوصابي شو يقول عن الصحابة من أقوال علمائه. أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي هو رسالة إلى أهل الثغر قال: وأجمعوا على أن الخيار بعد العشرة في أهل بدر من المهاجرين والأنصار على قدر الهجرة والسابقة، وعلى أن كل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة أو رآه ولو مرة مع إيمانه به وبما دعا إليه فهو أفضل من التابعين بذلك. هذا هو الصحابي للتعريف. ثم قال: وأجمعوا على الكف، أجمعوا على الكف عن ذكر الصحابة عليهم السلام إلا بخير ما يذكرون به، وعلى أنهم أحق أن ينشر محاسنهم ويلتمس لأفعالهم أفضل المخارج، وأن نظن بهم أحسن الظن. يقول الإمام النووي في كتاب التقريب، هذا التقريب فوق والشرح تحت للسيوطي، يقول الإمام النووي: الصحابة كلهم عدول من لابس الفتن، وغيرهم بإجماع من يعتد به. ثم ذكر الإمام السيوطي هذا وقال: قال إمام الحرمين: والسبب في عدم الفحص عن عدالتهم أنهم حملة الشريعة، فلو ثبت توقف في روايتهم لانحصرت الشريعة في عصره صلى الله عليه وسلم ولما استرسلت على سائر الأمصار. الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة، الصحابة ماذا يقول، ماذا يقول في هذا الكتاب؟ ده المجلد الأول. المجلد الأول، نعم، صفحة 62. يقول في صفحة 162: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. سبحان الله. طبعا هو شوف هذا كل ذكر ذني الاجتهادات الموجودة عندهم هم البكرين، بين الصحابة خير الناس وبينهم خير التابعين، وهم لو قدح شخص بعدالة أحد الصحابة وكأنما قدح بالدين الإسلامي كله، لأنهم المبلغين للدين الإسلامي. في نهاية المطاف هذا الصحابي
المسكين رضي الله عنه وأرضاه مالك بن نويرة على حد زعمهم يعني الذي كان طبعا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وكان أيضا يعني ولاه على صدقات قومه رسول الله صلى الله عليه وآله في نهاية المطاف يصير لا صحابي ولا جليل يحل قتله وأخذ ماله وهتك عرضه أيضا. هو في البداية يعني فصل مرتبة الصحابي قال مثلا الصحابي يكون حتى ولو شهد رسول الله ساعة أفضل من التابعي يكون وحاز على لقب الصحابي ثم فصل ما مرتبة الصحابي أن الصحابي له شأن له عظمة الصحابة كلهم عدول ثم أن الصحابة يجب أن تذكر محاسنهم لا تذكر مساوئهم ويعني تتكلم عنهم بخير دائما لأنهم ماذا صحابوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أين موقعكم من مالك بن نويرة متأولا اللي قبله كان يقول نعم. كان تأول صحابي تأولون مو هم نقلت الحديث قبل شوي يقول محسنتي. هم مو نقلت دين الله يقول هذا آخر واحد اللي يقول ابن حجر في كتاب الصحابة لصابة في تمييز الصحابة يقول لماذا لا نذكرهم بسوء لأنهم هم حملة الدين واللي قبله يقول كان مالك بن نويرة وقوم من بني يربوع كانوا متأولين بالزكاة عيل شنو وهذا قتل تأولا ولا خطأ زين. الحين أنا عندي نقطة واحدة قبل لا نتسلسل بالأحداث وشنو نشوف شنو صار بعد ما قتلوا مالك بن نويرة وشو وراسه وهذا. أنا بعرف كل هذا الكلام اللي يقوله ابن حجر وابن حنبل وابن تيمية وغيره وغيره ما كان يعرف أبو بكر اللي هو زعيم الصحابة عالم العلماء بطل الأبطال فحل الفحول هو في الواقع ما كان يعرف هذا أبو بكر مركب أصلا زين ما يعرف أن خالد بن نويرة هو من الصحابة مالك بن نويرة من الصحابة رضي الله عنه ورضوا عنه هذول من المبايعين من الأبطال من الفرسان مثل ما قلنا وقال هو هذا صاحبكم من اللي عاصروا رسول الله وكان محل ثقة رسول الله ما كان يعرف كلام اللي قاله توه الجمال نقلا عن هذا إن الصحابة يجب أن تذكر محاسنهم ويتقاضى عن مساوئهم وسيئاتهم. أبو بكر ما يعرف كل هذا خالد بن وليد ما يعرف هذا مو هذول هم صحابة ولا عادي إحنا يعني الشيعة هذولاك يقولون يسبون يقتلون على كيفهم وإحنا بس نذكر مساوئهم ايه؟ نذكر شوية انتهى كفرنا الشيخ ياسر الحبيب خلوه زنديق خلوه خبيث خلوه ما أدري شنو خلوه كافر خلوه هذا مال مفتي مال السعودية استحل دمه وما في كلمة وسخة قالوها بحقه ليش ذكر شوية بالصحابة يا بالتاريخ ومن كتبهم هم جابس المشكلة هذا الحين أبو بكر كل هالمساوي سواها كل هالطامات كل هالبلاوي كل هالقتل ولا ذكر أبو بكر هذا رضي الله طبعا لا ما يجوز لأبي بكر وعمر لا يجوز لغير أحسنتي الناس حتى رسول الله عندهم يعني لما تطبق أحاديثهم وتطبق سننهم أو ما ابتدعوه أبو بكر وعمر في الدين حتى لو خالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا شوف رأي أبو بكر وعمر هو اللي يمشي شوف خلي أقول لك مسألة خلي أذكر لك هذه القصة لا يجوز أذكر لك هذه القصة يذكر سماحة الشيخ مرة يقول بأنه في مرة من المرات ذهب أعرابي إلى مسجد في الشام يصلي فأثناء جلوسه بالمسجد شاف معاوية صعد المنبر فهذا اقترب إليه بالسيف شوي شوي دهنا فذول زمان تعال تجلس وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول طبعا هذا لما كان معاوية في زمن عمر حينما ولاه على الشام قال هذا الأعرابي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن رأيتم معاوية صاعدا على المنبر فاقتلوه على منبري فاقتلوه على منبري فاقتلوه فأنا دار دفعل فعل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لا بل لكن هذا قد عينه عمر والي على الشام فقال سمعا وطاعة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب يا أخي ورسول الله تمدد تقول رسول الله شي يقول انتهنا اللغة بس أنا أقول مسألة أنا طبعا لفت نظري بهاي المسألة خلي أقول هي عادة في الحوادث الاجتماعية اللي تصير في حقبة تاريخية معينة بالأخص إذا كانت حوادث قتل كثيرة تصير
فلا تبقى في ذاكرة الناس إلا أشنعها وأبشعها وأقواها وأشهرها. يعني مثلا الآن في العراق مثلا هناك حوادث قتل كثيرة يومية، ولكن أبشع مثلا حادثة قتل ما صارت هاي مال عرس الدجيل اللي معظمنا يسمعوها، يعني عرس كانوا ماخذوهم اختصبوا النساء في المسجد وقاموا بتعذيب هؤلاء الرجال والنساء وقتلهم، والأطفال ربطوهم بالبلوك وشالوهم ذبوهم بالشط غرقوهم كتلهم أكثر من 70 شخص. ولكن هناك أيضا عمليات قتل متفرقة صارت بالعراق وكثيرة، ولكن هذه اشتهرت ليش؟ لأن بشعة كانت ونوع من أنواع بها وحشية وبشاعة فاشتهرت بالعراق. هناك مثلا حادثة لهذا الطفل اللي كم شو شو وتقدموا الأمة أيضا اشتهرت بالعراق، ليش؟ لأنه بها بشاعة بها نوع من الوحشية فتناولتها الناس وقاموا ينقلوها بيناتهم فاشتهرت. ولكن هناك أحداث قتل كثيرة، طبعا أنا مثلا هناك حدث يعني يذكر بين سنة الناس والعراقيين بأن هناك إنسان يعني جاء قال طوني ابن عمي تخاطفيت القاعدة، فقال زين تأكل بعدين تروح، فهو ده يأكل قال شاف لحم فقال هذا لحم ابن عمك ده نوكلك أكل لازم تأكل ولا نقتلك، وقول أنا أكلت اليوم عدت من المهم. طبعا في حقبة أبو بكر حدثت مقاتل كثيرة للمسلمين، قتل الكثير جزرا الكثيرين، ولكن حادثة مالك بن نويرة اشتهرت بين تلك المقاتل. ليش؟ لأنه شخصية كريمة، شخصية شجاعة، شخصية شاعر، ومو فقط قتل، صارت عملية بشعة أخرى وهو حرق رأسه. عمر اعترض على فعل القتل وقال لأرجمنك بأحجارك على خالد بن الوليد، وعد عمر هو أبو بكر قال مقولته الشهيرة لا 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 أغمدن سيفا أسله الله في سبيله من هذا الكلام. في وبعدين اغتصب زوجته خالد بن الوليد، فلهالسبب اشتهرت بين الناس. لكن أنا أجزم بأنه في عهد أبو بكر صارت حوادث قتل أكثر من هذا وأبشع من هذا أيضا. نعم. ولكن هذه اشتهرت من نعم بين التاريخ ترى ما وصلنا كله، ولكن إحنا لو بعد باقي تقريبا ربع ساعة للبرنامج، وعندي بعد كم حدث بعد قتل مالك بن نويرة. هل اكتفى خالد بن الوليد اللي بعثه أبو بكر إلى قوم مالك بن نويرة، هل اكتفى بهذا؟ خلينا نشوف اللي هو هذا السيد التلباني شو يقول عما حدث بعد قتل مالك بن نويرة. سيدنا خالد بن الوليد كان طبعا في بقية القوم قوم مالك بن نويرة أسرى، فسيدنا خالد بن الوليد قال لأصحابه أدفئوا الأسرى، أدفئوا الأسرى. جميع الروايات اللي ذكرتها من كتب السير قالت أدفئوا الأسرى، وهذا هذه الكلمة كان لها معنى آخر عند بعض الجنود وظنوا أدفئوهم يعني اقتلوهم، وليس هذا مقصد سيدنا خالد بن الوليد. فطبعا العقاد يقول وكان خالد قد أمر بحبس الأسرى من قوم مالك فحبسوا والبرد شديد، فنادى مناديه في ليلة مظلمة أن أدفئوا الأسرى، وهي في لغة كنانة كناية عن القتل، فقتلهم بأجمعهم. وقد كان عهد إلى الجلادين، شو ما يعني العقاد بيقول إن سيدنا خالد بن الوليد قال هذا الكلام أدفئوا الأسرى، هو عارف معناها، يقصد معناها إيه، أي اقتلوهم. وقد كان عهد إلى الجلادين من جنده أن يقتلوهم عند سماع هذا النداء، وتلك حيلة منه توصل بها إلى ألا يكون مسؤولا عن هذه الجناية. حيلة يعني سيدنا خالد كان رجل مكار، لكنها لم تخفى على أبي قتادة وأمثاله من أهل البصائر، وإنما خفيت على رعاع الناس وسودهم. عقاد ينقل عفوا، هو حسب ما صور هو كان ينقل عنه عقاد يقول بأن هذه حيلة من خالد بن الوليد. بس خلي أقول لكم مسألة، يعني ما أصور في لغة العرب موجود هذه العبارة بأنه أدفئوا شخصا أي بمعنى أقتلوه، يعني عادة واحد ما يقتل ما راح يدفع، راح يبرد جسمه، فهو يعني هذه خلي ممكن يعني إنه يقول فسح الراجل المطر، هذه مثل هذه هذا جار اكو نكتب العراقي يقول لك مره فد واحد القشير على عدي صدام حسين، عدي كان الثغ ما يرفض حرف الراء، فقال كومو هذا خوش شعر كومو، فجرى صفحه كتلو قال ها سويتوا، قال قتلناه بعد مو قلتوا كومو يعني كدسوا شيء في شيء، فذا صار قتلو قال لا قلتكم كرموا يعني كرموه. لا اشوف انا اقول لك طبعا هم حتى يلتمسوا الآن أعذار لحرقهم الناس أحياء. أول شيء لفت انتباهي ماذا هو يقول؟ أسرى. تعال نشوف حكم الأسيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنت. حكم الأسير هل يقتل؟ لا بالتأكيد لا. في حكم الإسلام؟ لا يقتل الأسير. هذا شيء. ثاني شيء أنت الآن
يعني عندما تتولى على رقاب العباد الله سبحانه وتعالى، وإذا كان هذا الذي قد بعثك خليفة شرعي يخاف على مصالح الناس، يخاف على أموالهم، يخاف على أرواحهم، يخاف على أعراضهم، هذا الذي قد بعثك لا تستطيع أن تبين كلامك في حق هؤلاء الناس الذين هم يعني قبيلة كاملة كومتهم في حضائر ثم أحرقتهم. أدفئوا كلام الناس، قد يكون هذا يعني في قبل يمكن معهود هذا في الحروب يستخدمون احنا مثل ما نقول سيم زين، يعني اللي هو كلمة تطلق بس المقصود مالها يعني انا متفق معاك على المقصود رموز مالها، هي رموز، هي رموز مالها. فهو اصلا قصد به القتل أن أدفنا يعني أحرقوهم، وكان متفق وياهم على حرق الناس. وإلا لو كان هذا الشخص بقلبه رحمة أو كان عادلا أو كان يعني يخاف الله جل وعلا لا يتورع فيما يقول ولا يعلم ماذا سيصنع بهؤلاء الناس. بس طبعا أنا أشوف لفتتني هنا بهالمكان إلى مسألة أدفئوا أسراكم، لربما هو فعل هذا الشيء من قبل حينما قام بحرق الناس بأمر أبو بكر، فقال يلا خندفيهم، فشالوهم ذبوهم بالنار حرقوهم، فخلاه إشارة مرة ثانية قال لهم يلا أدفئوا أسراكم، قال هو مثل ما قال هناك أدفئوا أسراكم يعني حرقناهم مسكناهم حرقناهم وأنا ما تنمسكهم نقتلهم، فمسكوهم وقتلهم. يعني بالنهاية أنت لما تشوف واحد بهذا الإجرام الذي صنعه بمالك بن نويرة رضوان الله تعالى عليه، إنسان مجرم، إنسان وحش، يعني يقطع راسي يطبخ عليه ما أدري إيش، يزني بامرأته في نفس اليوم. فلنفترض إنزين حتى أنت إذا سبيت هذه المرأة بحكم شرعي بحكم الإسلام بحكم المرأة ذات بعل، ألا تعتد بعدة؟ أرملة أصبحت حكم الإسلام فيها أن تعتد، هذا نزع على امرأته في نفس الليلة. نعم، مع أنه مسلمة. لا هو مسلمة. هو نعم، وراح هناك تفصيل يعني على هذا الموضوع. أنا يا ليت محمد حط لي المقطع مال المقامسي، زين المقامسي، إيه المقامسي، حط لي المقطع مال المقامسي خلي يشوف. قال وحدثني عباس بن فرج الرياشي عن محمد بن عبد الله الأنصاري القاضي في إسناد ذكره قال صلى متمم مع أبي بكر الصديق الفجر في عقب قتل أخي، يعني بعد أن قتل مالك، وكان أخوه خرج مع خالد بن الوليد مرجعه من اليمامة يظهر الإسلام، فظن به خالد غير ذلك، يعني خالد بن الوليد ما كان يظن أن مالك مسلم فقتله، يعني إما وقع في خالد رضي الله عنه من خطأ ظن أن مالك يريد غير الخير، فظن به خالد غير ذلك فأمر ضرار بن الأزهر الأسدي فقتله، يعني ضرار بن الأزهر الأسدي قتل مالك. وكان مالك من أرداف الملوك يعني في الجاهلية ومن متقدم فرسان بني يربوع. قال فلما صلى أبو بكر يعني الفجر قام متمم بحذائه واتكى على سية قوسه ثم قال نعم القتيل إذا الرياح تناوحت خلف البيوت قتلت يا ابن الأزهر، ولنعم حشو الدر كنت وحاسرا، ولنعم مأوى الطارق المتنور، أدعوته بالله ثم غررته، لو دعاك بذمة لم يغدر. وأومأ إلى أبي بكر، يعني قال هذا البيت الأخير أدعوته بالله ثم غررته، لو دعاك بذمة لم يغدر. وأومأ إلى أبي بكر. إيه هذا شوف الحين بينت المصايبة. أول شيء بس عندي شغلة واحدة، إن دفع الدية طبعا الدية ما تندفع إلى واحد كافر مسلم، طلع آخر شيء آخر الفيلم كل هذا اللي شفناه طلع مالك بن نويرة مسلم ودفعوا له الدية، زين، وأبو بكر وعمر قام يحرض على خالد، زين، وأخوه جاء قاعد يطلب بثار خالد، وآخر شيء تحسف أبو بكر. يعني كل هذه الأشياء اللي شفناها والأحداث خلال ساعتين من هذا البرنامج طلع آخر شيء اعتدوا على الرجال ظلما وبهتانا، وطلع خالد بن الوليد صحابي عدول سيف الله المسلول. أحسنتم. والآن دم هذا الصحابي الجليل في رقبة من؟
لقبة أبو بكر لا اشتبه أخطأ اجتهد فأخطأ فراحت بعد عليه. يعني احنا مش نقول احنا نقول رحت من شيء سهلك يا مال. لا بس مو بس انت قاعد تقول هذا تقول ان دم هذا لا مو بس دمه هذه السنة اللي سواها أبو بكر وأخذ الناس بالظن والحكام اللي يقتلون العلماء وغيرهم هذه صارت سنة عند المسلمين من ابتداعها أبو بكر على لسان هذا الحين العالم عندهم الدكتور زين طه أعتقد العلواني خل نسمع من عنده شنو صاير بالتاريخ من السنن اللي ابتداعها أبو بكر شنو صاير بالتاريخ. هل الفقهاء كانوا يفترضون أن الحاكم دائما عادل وأنه سيستخدم هذا الأمر فعلا في من خرج على دين الله أم من خرج على موالاة السلطان يعني ولذلك استغلال سياسي للأمر ولذلك أول الضحايا في حكم المرتد كانوا العلماء. لو أنا أحصيت منذ القرن الثاني الهجري قرن الفقه أعتبره ونشأة الفقه إلى يومنا هذا ما لا يقل عن 150 من كبار العلماء وقعوا تحت طائلة حد الردة. الإمام سيف الدين الآمدي صاحب كتاب إحكام الأحكام في أصول الأحكام إمام من أئمة الشافعية الكبار الإمام البلقيني الأئمة كثيرون جدا. أنا اقتصرت في كتابي على ذكر 16 فقط ولكن عندي حوالي 150 ممكن أن يصدر فيهم كتاب اتهموا بالردة من قبل حكام فقط لأنهم كانوا يحملون لواء المعارضة. الحجاج اتهم سعيد بن جبير إمام من أكبر أئمة التابعين اتهمه بالردة لخروجه على عبد الملك بن مروان ولأنه لما سألوا الحجاج قال ما رأيك في عبد الملك بن مروان في أمير المؤمنين قال هو كذا وكذا وذكره بما هو أهله قال وما رأيك فيه قال وهل أنت إلا سيئة من سيئات عبد الملك بن مروان هذا اتهم سعيد بالردة. إذن ولما قالوا له لما قتلته وهو من أولياء الله الصالحين ومن العباد قال قتلت مرتدا. ضح هذه سنة أبو بكر إن أقول عنده أكثر من 150 عالم قتلوهم الحكام بسبب بتهمة الردة لأنهم حملوا نعم لواء المعارضة هذا فقط هذا اختصار حق كل اللي قلناه. وهذا الجرم الذي وقع فيه مالك بن نويرة رضوان الله تعالى عليه لأنه لم يبايع أبو بكر وكان من المعارضة وكان من يريدون أن يجروا حكم الله ورسوله أن الخلافة في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والزكاة لا بد أن يجبى لهم. الخلاصة أن احنا نقول الآن بالنسبة طبعا احنا نخاطب عوام البكرية حتى يعملوا عقولهم شوي يتوعون يشوفون هذا الدين اللي ضحكوا عليهم به في الحقيقة. شفتوا الآن قصاصيكم وكهنتكم من البكرية كيف يتلاعبون بالدين الحق يقلبونه باطل والباطل يقلبونه حق. إذا كان حق لأهل البيت فيزيحون أهل البيت عن ذلك الحق وإذا كان الإجرام وسفك الدماء والإرهاب يجري من تحت أيدي أبي بكر وعمر فهم يشرعنون ذلك الإجرام ذلك الإرهاب إلى يومنا هذا وهذا الذي أدى إلى بقاء ذلك الإرهاب إلى هذه الحقبة الزمنية الموجودة اليوم لكي ترى المسلمين يقتلون بعضهم بعضا بسنة أبي بكر وعمر. فتوعوا يا مسلمين يا أهل الملة البكرية اتركوا هؤلاء المنافقين وارجعوا إلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أزكى لكم وأقوم لكم وأنجى لكم يوم القيامة. وأنا في 10 ثواني أقول لكم أخوتي المشاهدين الكرام بالذات السادة البكريين هذا ما رأيتموه هو من لسان علمائكم ومشايخكم فلا تظنوا بأن نحن نكذب في أقوالنا فافهموا من تتبعون وإلى أين تتجهون لأنكم إن استمريتم بهذا الأمر فستذهبون إلى النار والعياذ بالله ونحن لا نريد ذلك الأمر. نعم وهذا وجه بسيط من الأوجه القبيحة لأبي بكر ابن أبي قحافة وهذا اللي قدرنا نلخصه بهذا الوقت البسيط لننقل لكم صورة سيئة عن صور أبي بكر ابن أبي قحافة لعنة الله عليه. هذا ما لدينا اليوم وما بقي لي إلا أن أستغفر الله لي ولكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع
وعليكم السلام.